مرحبا أعزائي، معكم عمار ليغاتو. اليوم راح يكون عندنا أنبوكسينج أو فتح علبة الكاميرا كانون إيوس 6D اللي تعتبر يعني أحسن كاميرا بالنسبة لمجموعة الفول فريم. وخلي نجي بصورة سريعة ندخل لأهم المواصفات حتى بعد نعمل الأنبوكسينج. فمثل ما نشوف انه هنا مكتوب انه الكاميرا 20 ميجا بكسل او 20.2، كذلك انه هي فول فريم. الاي اس او تقدر تصعده اكثر شيء الى 25600 في حالة تصوير الصور العادية، وفي حالة الفيديو تقدر تصعده اكثر شيء لل 12800. الكاميرا تلتقط 4.5 لقطة بالثانية. الفيو فايندر اللي راح ننظر بيه أثناء التقاط الصورة راح يعطيك تغطية ل 97% من الصورة، اللي تعتبر جدا ممتازة. كذلك تحتوي على 11 نقطة أوتوفوكس. إذا ما تعرف شنو نقاط الأوتوفوكس أنصحك تطوع هذا الدرس هنا حتى تعرف شنو الأوتوفوكس وكيفية ضبط النقاط. كذلك الكاميرا تقوم بتصوير أفلام بفول اتش دي اللي هي 1920x1280 بكسل. المعالج اللي فيها من نوع دايجيك 5 بلس اللي هو معالج جدا جديد. كذلك تحتوي على 63 منطقة ميترج للضوء أو قياس للضوء. إذا ما كنت تعرف كيفية قياس الضوء أو كيفية ضبط الميترينج أنصحك تبوع على الدرس هنا حتى تعرف كيفية ضبط الميترينج بالكاميرات. كذلك تحتوي على شاشة ثابتة وليست لمس بقياس 3 بوصة أو 3 إنج. الكاميرا تستقبل ميموري كارد أو بطاقة ذاكرة من نوع SDXE اللي هي جدا رخيصة ومتوفرة بكل مكان. كذلك تحتوي على GPS وبها منظومة أوتو اللي راح تساعدك بالتصوير، بس ما أنصحك تستخدمها، هذه فقط للمبتدئين أو لسهولة التصوير، بس كذلك ما أنصح بالتصوير الأوتو. تحتوي على إفكتات ومؤثرات أثناء التصوير. تحتوي على HDR داخلي، يعني راح تلتقط ثلاث صور بتعريضات مختلفة راح يتم دمجها في داخل الكاميرا نفسها، ما يحتاج تعالجها بعدين بالفوتوشوب أو اللايت روم. تحتوي على خاصية الملتيبل إكسبوجر اللي راح تقدر تلتقط صورتين مختلفة وتدمجهم بصورة واحدة مثل هذا المثال. كذلك تحتوي على ميزان إلكتروني داخلي، مو الميزان اللي راح نوزن به الأشياء، بس ميزان أو مثل ما نقول قبان اللي راح يعطيك الليفل أو الاستقامة أثناء ضبط الكاميرا، اللي راح يغنيك عن استخدام هذه الفقاعة، فراح يكون كل شيء بولتن بالكاميرا نفسها. أسبيكت ريشيو اللي راح تكون مثل تختار طريقة اقتصاص الصورة، يعني مثلا تريد صور مربعة أو صور عريضة أنت راح تختار طريقة الكروبينج، بس هي راح تخليها على الستاندرد. الكاميرا كذلك تقوم بالتصوير بصيغة الخام والجي بيج في نفس الوقت. تحتوي على تنظيف ذاتي للسنسر اللي بعد يعني لما نشغل وتطفي الكاميرا راح تقوم بتنظيف نفسها من الداخل حتى تزيل أي غبار عالق على السنسر. تحتوي على جميع إضافات من شركة إيوس اللي مثلا حيكون برامج أو يعطوك مثل إضافات أو تسهيلات على الموقع. إذا دخلت لموقع كانون وشفت الإيوس راح يعطوك قسم من المواصفات، مثلا تقدر تصعد صورك على موقعهم أو عندهم برامج جدا ممتازة، أكثر من 5 برامج. الكاميرا راح تستقبل عدسات فقط من نوع EF اللي راح يكون بيها نقطة حمراء مثل هذه العدسة، أوكي، اللي هي 50.1.4، وكذلك مثل أي عدسة كانون راح يكون بيها نقطة حمراء. خلي بالك أي عدسة EFS ما راح تتركب عليها، لأنه هذه الكاميرا فول فريم تستقبل فقط العدسات ذات النقطة الحمراء أو العدسات EF. Image Stabilization هاي ما نحتاجها لأنه هذه بالعدسة. Wi-Fi تحتوي على Wi-Fi، وكذلك تحتوي على ضبط يعني مسبق سهل للWi-Fi راح يمكنك من الضبط بطريقة أسهل. فخلنا نجي نفتح العلبة حتى نشوف شنو بالداخل. طبعا هاي العلبة هي كانون 6D مع عدسة 24105 الاعتيادية اللي هي 3.5 إلى 5.6، بس أنا استبدلت العدسة بقبضة بطارية لأن ما أحتاج هذه العدسة، لأنه عندي أوردي نفسها اللي هي الأل كلاس اللي هي الـ 24105 أفور الأل كلاس اللكجريز، فاستغنيت عن هذه العدسة
من مركز مبيعات أعطيتهم هذه العدسة وأخذت بمكانها غير شيء. أنت إذا لقيت فقط بدي أخذ بدي، إذا لقيت بدي وتحتاج عدسة أخذ العدسة. أنا بالنسبة لي ما أحتاج العدسة، استبدلتها بالمركز بغير أشياء. فخلنا نفتح البوكس أو الصندوق حتى نشوف شنو بيه. هذا كتاب الضمان اللي هو بس فقط بالميدل إيست للشرق الأوسط. هذا مثل القرص، مثل اللي يعطيك مثل الدورة مبسطة عن طريقة التصوير، مثل تصوير بورتريت واللاندسكيب، مثل شلون نقول يعني نصائح لطريقة التصوير. هنا عندنا دليل المستخدم أو اليوزر مانوال بالإضافة للقرص، راح يكون كله داخل هذا المغلف. هنا راح يكون عندنا الحزام اللي مكتوب عليه EOS 6D Canon. هذا راح يكون كيبل الشاحن اللي راح تربطه بالكهرباء وتربطه معه هذا الشاحن اللي راح نخلي به البطارية حتى نشحنها. هذا راح يتركب مع هذا حتى نقوم بشحن البطارية. هذا كيبل الـ USB اللي راح نربطه على الكمبيوتر حتى يمكنك مثلا تعمل أبديت أو تلتقط صور عن طريق الكمبيوتر أو تنزل برامج إضافية مثل الماجيك لانترن. هذا الكيبل هو الـ AV كيبل اللي هو راح يتركب حتى تربط الكاميرا تعرضها على جهاز تلفزيون منزلي. هذه القطعة اللي استبدلتها أنا بمكان العدسة هي قبضة البطارية أو الباتري جريب اللي راح تمكنك من أنه تركب بطاريتين على الكاميرا وكذلك تلتقط صور بطريقة طولية أو وضعية البورتريت بطريقة أسهل. عندنا أهم جزء اللي هو هنا هذا كذلك البطارية جديدة. أوكي، خلينا نطلع البودي حتى نشوفه. راح نوخر هذا البوكس أو الصندوق. أوكي، راح يكون عندنا هنا البودي أو جسم الكاميرا. هذا هو البودي مال كانون EOS 6D. مثل ما تشوف إنه البودي مال الكاميرا ما يحتوي على، مثل ما تشوفون، ما في فلاش داخلي، لأنه الكاميرا تقريبا من فئة البروفيشنال كلاس، فما راح تحتوي على فلاش بلتن، راح تضطر تستخدم فلاش خارجي. بهذه المنطقة راح يكون عندك الشاشة والأزرار الشورت كات. كذلك مثل ما تشوفون إنه الشاشة مالتها ثابتة غير متحركة، وكذلك ما بيها لمس. هذا هو البودي بدون عدسة. هذا مكان الميموري كارد، مكان البطارية. أوكي، فخلي نركب العدسة والميموري كارد والبطارية اللي عندي اللي أوردي كانت مشحونة حتى نتعرف على المينيوز وندخل بصورة سريعة للقوائم. فخليكم معنا راجعين. بعد ما جهزنا الكاميرا وركبنا لها العدسة اللي هي كانون الـ 24105 الـ EFS، وقمت كذلك بوضع قبضة البطارية وبطاقة ذاكرة، حاليا صار عندنا كاميرا كانون 6D كاملة جاهزة للتصوير. مثل ما نعرف انه الشاشة مالتها غير متحركة وكذلك ما بيها لمس. اوكي، مثلا بالكانون 70D اللي كنت استخدمها قبل كانت الشاشة متحركة ولمس، مو مواصفة جدا مهمة إذا كنت تحتاج الفول فريم. أوكي، قبضة البطارية هذه من شركة ترافر اللي هي تقريبا جيد لا بأس بها، أرخص من القبضة الكانون الأصلية اللي تقريبا سعرها $300، بس هذه النوعية سعرها $100 وهي جدا مهمة. فالكاميرا جدا يعني
شكلها جدا حلو، وكذلك المسكة مالتها يعني تشبه الكانون 70D. اوكي، وطريقة الازرار وهي تقريبا تشبه الكانون 70D تقريبا نوعا ما بصورة مقاربة، بس 70D ما بها هذا الزر، وكذلك مكان الازرار تبدل، يعني مثلا البلاي كانت هنا بالاسفل والديليت كانت هنا بالكانون، الكيو كانت هنا، فمغيرين الترتيب نوعا ما. فعندك راح يكون هنا المآخذ اللي حتكون من هذه الجهة اللي بهذه المنطقة، راح يكون عندك مأخذ ال HDMI للربط على الشاشات ال HDMI، وكذلك مأخذ ال USB اللي هو هنا حتى تربطه يا اما على جهاز تلفزيون او على كيبل يعني USB حتى تربطها على الكمبيوتر. كذلك بهذه المنطقة راح يكون عندك مأخذين، اللي هو واحد الميكروفون الخارجي، اذا كنت تستخدم تصوير فيديو تحتاج ميكروفون واضح راح نستخدم ميكروفون خارجي، وكذلك هذا مأخذ المزامنة مع الفلاش الخارجي راح يكون بهذا المكان. هذا الزر راح نفتح به العدسة اللي هو هنا، هذا الزر اللي هنا راح يكون بهالمنطقة هنا، هذا راح تعمل ب depth of field preview، يعني مثل عرض مؤقت لعمق الميدان. كذلك هذه الأزرار اللي بهذه المنطقة هي هذا اللي ضبط أوضاع الأوتو فوكس، إذا كنت تحتاج مثلا one shot يعني لقطة واحدة، أو لقطة احتمال متحركة، أو أجسام دائما متحركة، راح أخليه على الـ AL focus أو all focus. هذا اللي اختيار وضعية الدرايف، يعني طريقة التقاط الصور، مثلا تريد صورة مفردة، صور متتالية سريعة، صور هادئة، أو صور سريعة هادئة، أو بمؤخر 10 ثواني مع ريموت، أو مؤخر ثانيتين مع ريموت، راح أخليها على الوضعية السريعة. كذلك منها تضبط الـ ISO اللي مثل ما نعرف انه ال 6D او ال 6D يعني الكاميرا 6D بها شاشتين، واحدة بالاعلى واحدة بالاسفل، فتنظر منها نفس الشيء، فمنها تضبط الايسو مثل ما نشوف تقريبا نفس الازرار اللي موجودة بالكانون 70D. اللي اذا تحبون تدخلون بالتفاصيل لهذه الازرار وكل واحد شي يسوي، انصحكم بمشاهدة الفيديو للكانون 70D اللي تضغط عليه هنا حتى تعرف وظيفة الأزرار بالضبط، لأن ما يحتاج أشرحها لأنه طلعنا عليها بالكانون 70D اللي نفس الشيء مثل ما قلنا لكم، هاي الثلاثة عرفناها. هذا الاختيار وضعية الميترينج للضوء، إذا تحتاج تفتهم بصورة أكثر شنو هو اللايت ميترينج أنصحك تباوع هذا الدرس هنا حتى تعرف شنو هو اللايت ميترينج وكيفية قياس التعريض الضوئي. هذا الزر هو لتشغيل الإضاءة اللي هي بالشاشة مثل ما نشوف، لون الإضاءة أصفر بينما بالنيكون يكون أخضر. ومعظم الأزرار هي متشابهة بكل كاميرات الكانون، سواء كانت 600D أو 650D أو 700D، وإن شاء الله راح أفرق لكم سامبلات أو عينات من الصور اللي راح ألتقطها بهذه الكاميرا. أتمنى كان هذا الانبوكسينج مفيد لكم، وراح أعمل دروس بالمستقبل أكثر. لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة إذا عجبك الدرس حتى تطلع على آخر الدروس المختصة بالتصوير والتعديل والمونتاج. تابعونا بحلقة قادمة وإلى اللقاء. باي.